أخبار اليوم. وفي رمضان يحلى الكلام عن الرياضة والصحة كمان. النهاردة وفقرة خاصة هنشوف كابتن مينا سمير هيقول لنا إيه فقرتنا الصحة والرشاقة في رمضان. يلا بينا. عايز ابتدي اخش في التمارين. انا بشوف ناس كتير بيخش على التمرين هو مش عارف العضله شغاله ولا لا، هو بيتمرن وخلاص. قبل ما اخش التمرين ابقى عارف انا بتمرن لعضله ايه، واشوف انا حاسس بيها ولا مش حاسس. تمرين زي ده اللي هو جهاز الكابل كروس مثلا، بلعب تمرينه الحبل. لو انا بلعب تمرينه الحبل اتضيق او بفتح ايدي، دي بتشغل عضله الترايسبس، فانا مفروض ان انا بحس بالعضله دي وقت التمرين شغاله ولا لا. انا لو بعمل كده، بنزل كده وعمال اعمل كده، انا ما شغلتش العضله ومفيش، انا رايح جاي ما خدتش 1% من الفايده. انا استفدت ايه؟ وممكن يكون الوزن تقيل عليا فانا مش عارف العب صح. انا مفروض لما باجي العب عايز امسك العضله مثلا، بثبت المفصل ده بثبته. نزلت دي عده طلعت، انا كوعي ثابت، حتى لو انا واقف كده او واقف كده او واقف كده انا كوعي ثابت اهو. ادي العده الثانيه اهو، 2 3. مفيش حاجه اسمها بقى اقعد اعمل كده. في حاجه اسمها العده السلبيه، ان انا نازل وطالع في 5 عدات. انا كده بوصل لاقصى حمل عضلي، بنزل بسرعه واطلع في 5 عدات، بنزل واطلع في 5 عدات. دي العده السلبيه. لو عكسناها دي العده الايجابيه، ان انا بنزل بالراحه وبطلع بسرعه، بنزل بالراحه وبطلع مثلا. قول مثال العده السلبيه والعده الايجابيه. انا بقصر، المفروض بركز اكتر على العده السلبيه اللي انا نزلت بطلع بالراحه، نزلت بطلع بالراحه. انا كده بشغل العضله واحاول اثبت تحت ثانيه. انا وصلت ان انا كوعي ثابت وما بفردش المفصل للاخر قوي. انا مش عايز الفرده دي غلط على الدراع وبتشيل حمل كتير من العضله، انا عايز اوصل اهو اهو اهو. انا كده مشغل العضله وحاسس بيها جدا، وادائي 1 في كل عده. مش قصه وزن قد ما قصه اداء. انا بحاول اعتمد على الاداء، لان في ناس كتير قوي يقول لك الوزن تقيل. انا معاك ان الوزن تقيل مهم، بس الاهم الاداء. ان انا بنزل ادي 1 2 3 4. لعبت ضيق اهو، 1 2 3 4. لعبت كده بلعب برضه اهو، 1 2. كوع ثابت، 3. اللي شغال عضله ترايسبس بس، 4 5. لعبت فتحت ايدي ايا كان الزاويه اللي انا اخدها، لان كل عضله ليها زوايا مختلفه. انا عايز في النهايه اكون بقول ان انا لما باجي اتمرن ما ركزش في الوزن، لان انا لما ازود وزن هركز ازاي اشيله، مش هركز على الحمل العضلي. ما اديش اشاره للمخ، بدل ما بدي اشاره للمخ اشغل العضله، انا بدي اشاره للمخ ازاي اشيل الوزن، نسيت الحمل بتاع العضله. يبقى انا كده ما خدتش الفايده اللي انا عايزها. ده مش رفع اثقال، ده بناء عضلات. انا مش في اوزان وعايز وزن، بس الاهم الاداء. العب بوزن كام؟ العب بالوزن المناسب بالنسبه لك. انا غيرك، غير اي حد تاني، غير واحد مبتدئ، غير واحد جديد، غير واحد بقاله سنين بيلعب، غير بطل عالم. كل واحد ليه وزنه حسب اكله نومه كل حاجه. يا رب تكونوا استفدتوا في اداء تمارين معين، وان شاء الله استنوا في حلقه كده تبقى انتهت حلقتنا، لكن ما انتهتش لقاءاتنا. انتظرونا ولقاء جديد مع فقره الصحه والرياضه في رمضان. انتظرونا.